الجامعات في كل مكان، وقلت لك طايشة، المواطنين متحركين شمال لجنوب، كل ما زاد دانات في اتجاه بتحركوا في اتجاه، ومعظم المناطق تم نزوه المواطنين للمعسكرات اللي هو معسكر زمزم بشكل أساسي. حتى الذين ذهبوا لمعسكر زمزم هناك في مشكلة موية أساسية. الناس بالإضافة أصلاً ما عانوا من دائخ اقتصادية وخلاء في المعيشة وعدم توفر الأمان، ما أنا بكون يعني لا يستطيع أحد أن يستوعب إنك جناك أيام ما في مستشفى عشان تودوه يموت قدام عيونك. المعاناة إنك أنت تحت أي لحظة مستنى الدانة تمشي تجي تشيلك أو تموت بدانة، والمعاناة إنك أنت ما قادر توصل للسوق عشان توفر لأولادك قوت يوم، حتى إذا وصلت السوق ما قادر تشتريه لأنه أنت ما عندك المفروض تشتريه. تخيل إنه مدينة شمال مدينة الفاجر عاصمة شمال دارفور فيه كل الثقل السكاني ما فيه مستشفى للأطفال، ومستشفى بابير نهار هو بقى في عمق المعركة والتبادل المستمر هناك. لكن بالنسبة للجنوبي، لأنه جنوبي كان بقى مصرع لدعانات بتقع جوا المستشفى حول المستشفى، واضطرينا كتيم بتاع أطباء بلا حدود نتواصل مع الوزارة إنه البلان بي بتاع الجراحة دي تبقى بلان بي للأطفال. عمليات ماشي بشكل مستمر وقاعدين نتحرك بشكل مستمر إنه المستشفى دي بالذات تشتغل.